بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي المشاهدين، في الفيديو ده هعرفك إن شاء الله إمتى أشتري كتكوت. هل أشتري كتكوت النهاردة، بكرة، الأسبوع ده، ولا استنى شوية كده كده هترخص؟ وهعرفك الأعلاف، أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف اليومين دول إيه. فأتمنى إنك تسمع الفيديو للنهاية علشان تستفاد بمعلومة جديدة. ويريد تصلي معني الصلاة على حبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاكم محمد رضا، طبيب بيطري، غرض الارتقاء بتربية الدواجن، والناس تفهم كلها تربية الدواجن ماشية إزاي. وحبينا برضو نعمل كده سلسلة من الفيديوهات نفهم الناس السوق. ده تقريبا الفيديو الرابع أو الثالث في السلسلة ديت. وأول فيديو عملناه كان أياميها الكتكوت كان سعره 17 جنيه، وقلت لكم يا جماعه محدش يشتري كتكوت ب 17 جنيه، الكتكوت غالي. انت اشتري كتكوت ب 17 هتكسب ايه انت كده؟ لو كيلو الفراخ وصل 60 جنيه كده يدوب بتلم همها، فهمت قصدي؟ فقلت لك دي دوره خسرانه، اسبوع والفراخ هترخص. اللي سمع كلامه واستنى اسبوع، الفراخ وصلت 8 جنيه و9 جنيه. حلو كده، عشان سمعت كلامي. طب انا مش بقول لك تسمع كلامي 100%، اللي انا بقوله مجرد توقعات، بنتوقع 90% من اللي هيحصل، لكن دي برضو في الاول وفي الاخر احتمالات للسوق وتوقعات، مش حاجات اكيدة 100%، بس بنحاول نبني الكلام بتاعنا بناء على الوضع اللي في السوق، على اللي بيحصل قدام عينينا، على اللي احنا شايفينه. حلو كده، اول سؤال معايا النهاردة، وهو اجيب كتكوت امتى؟ اشتري كتكوت دلوقتي ولا بكره ولا السنه الجايه؟ بص يا عزيزي المشاهد، الكتكوت الايام دي سعره مناسب. انا شايف على رايي الكتكوت الايام ديت سعره مناسب، يعني تقريبا سعر الكتكوت بتراوح من 8 جنيه ل 9.5. فلو هتجيب كتكوت بالسعر ده فده سعر مناسب وكويس جدا يعني. وناس تسالني طب الكتاكيت الفتره الجايه هترخص؟ والله بقى ترخص مش هترخص، دي انا احتماليه ان هي ترخص هيبقى صعبه شويه، لكن الكتكوت هيتراوح من سعر تقريبا لو نزل يعني هيبقى من 7 جنيه ل 8 جنيه 9 جنيه، فالنهارده هو ب 9.5، او في ناس بتبيعه ب 8 وفي ناس بتبيعه ب 9 على حسب اختلاف الشركات. فانا شايف ان ده سعر مناسب جدا ليك وتقدر تحقق ربح من خلاله. وبورصه الفراخ عملنا فيديو ليها، قلت لك البورصه كيلو الفراخ هيرخص ولا يغلى الفتره الجايه، عملت فيديو ليها هسيبه لك في اول كومنت تحت. اول سؤال معانا كده انتهى، وهو هل اجيب فراخ دلوقتي او هشتري كتاكيت دلوقتي ولا لا؟ قلت لك اشتري دلوقتي لو هتشتري بسعر من 8 جنيه 9 جنيه 9.5، السعر ده مناسب جدا. وانا توقعات الفتره الجايه كتاكيت هتثبت على السعر ده شويه، يعني مش هترخص قوي او هتغلى قوي، ممكن ترخص جنيه تغلى جنيه، هيبقى في الحدود دي ان شاء الله. تاني سؤال معانا، وهو اسباب ارتفاع سعر العلف. ودي بقى حاجه مهمه جدا، ناس تقول لك دكتور محمد لو العلف، احنا قلنا العلف الطن وصل 19,000 وفي شركات وصلته 20,000، رجعنا غلي تاني. يا دكتور محمد انا بربي 100 فرخه وبروح، كنت الاول اشتريت كيلو العلف بكام؟ ب 24، قالوا رخص وبقى ب 20، والنهارده بشتريه ب 23، ايه المشكله؟ وعنده مزرعه واحد قال لي كنت بشتريه ب 20,000 الطن، النهارده ب 22,000 ب 21,000، المشكله فين بقى؟ ركز معاه بقى كده وافهم الكلمتين الجايين دول. اولا عزيزي المشاهد، الاعلاف طبعا سعر الدولار رفع. واحد يقول لي طب ما الدولار رفع فطبيعي ان الخامات اللي بنصنع منها العلف هتغلى، فالعلف سعره يغلى. هقول لك لا. ليه بقى لا؟ لان يعني عايز اقول لك سمعنا فتره، يعني الكلام ده من تقريبا من شهر، سمعنا ان سعر الدولار تنبأنا وقالوا هيغلى قريب. فلما قالوا هيغلى قريب، شركات الاعلاف والناس اللي عندهم الخامات عملوا ايه؟ خزنوا الخامات عندهم، احتكروا الخامات عندهم، فايه اللي حصل بقى؟ فاللي حصل الخامات قلت من السوق، وحسبوا سعرهم ان الدولار هيغلى، ما حسبوش على اللي احنا فيه، لا، حسبوا لقدام، فاهمني؟ فالسعر اللي انت بتشتريه النهارده ده السعر اصلا اللي كان المفروض يحصل بداية من النهارده، مش بداية من شهرين ثلاثة، يعني السعر العلف وصل 21,000 و20,000 و23,000، المفروض ما كانش وصل للسعر ده الا الايام دي، لكن هم قالوا ايه؟ نرفعه كقدام. دي أول نقطة. تاني نقطة، الإفراجات اللي بتتم من الأعلاف في المينا والكلام ده، مستوردين الخامات اللي هم الناس اللي بيصدروا الخامات للمصانع محتكرينها، يعني الناس بتلم الخامات اللي في السوق ويبقى عنده يقول له بص انا هبيع لك الخامه ب 100 جنيه عاجبك عاجبك، مش عاجبك تشتري، وهي ثمنها اصلا ممكن بيبقى 80 جنيه 70 جنيه، لا احتكار. فاحتكار الخامات في مصانع الاعلاف هو اللي عامل مشكله وازمه في سعر العلف، عشان كده العلف غير مستقره. ولكن العلف هيبقى بيتراوح من 21,000 زي ما قلت في فيديو قبل كده، من 21,000 لحد 23,000 24,000، مش هيزيد عن كده، يعني هو تقريبا مش هيعدي 23 او 24 ومش هيقل عن ال 20 الفتره الجايه، فهيبقى في الحدود دي. فعشان برضو انت تهدى اعصابك وتريح نفسك، حبيت اجاوبك على اسئله. عزيزي المشاهد، اعمل لك بقى حاجه بسيطه جدا، كورس. يعني ايه بقى كورس؟ في ناس كتيره بتخش يسالني دكتور محمد عايزين نتعلم التربيه، اقول لهم يا جدعان انا عامل فيديوهات وعامل عامل فيديوهات عندي على القناه من يوم للبيع،
خش اسمعها. لا لا ناس كتيره اقترحت عليا قالت دكتور محمد طب ما تعمل لنا كورس. الكورس ده هنبقى مثلا يومين ورا بعض او يوم 3 ساعات او 4 ساعات او نخليهم ساعتين في كل يومين في يومين يعني. ناس قالت لي نعمل كورس تعلمنا التربيه من الف للياء. فانا بقى قررت اعمل لك كورس مش هعلمك التربيه من عمر يوم لحد البيع، لا هعلمك التربيه من قبل زي ما قلت لك بكده، من قبل ما تفكر تشتري فراخ. يعني لو انت فكرت تربي فراخ من اول ما تفكر، تفكر ازاي وتعمل ايه وتجهز المكان ازاي وتجيب فرخه ازاي وتربيها ازاي تكبر ازاي، ايه الحاجات والمشاكل اللي هتواجهك، ازاي تتخطاها، ازاي تعرف الكوت حلو من الوحش، كل الكلام ده هنعمله في الكورس. حابب تشترك معايا في الكورس ده كلمنا على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشه، ولا دكتور محمد انا عايز اشترك معاك في الكورس في كورس دوره الدواجن ان شاء الله. والمتابعه في الكورس هيبقى يعني بص كلام بسيط جدا، ويعني مقابل مادي بسيط جدا يعني. حلو الكلام. حاجه ثانيه برده، ناس كتير بتكلمنا دكتور محمد عايزين كده كده عايزين كده كده يا جدعان، اللي عاوز كتكوت اقل عدد من 2000 كتكوت لو انت في محافظه غير الاسماعيليه. لو انت من الاسماعيليه اي عدد انت محتاجه اجيبه لك، لان انا من الاسماعيليه. لكن انت محافظه غير الاسماعيليه فعشان ابعت لك العربيه والكلام ده كله اقل عدد يبقى انت طالب 2000 كتكوت. سواء انت كنت في اي محافظه هوصل لك الكتكوت لحد عندك. عاوز برده كتكوت كلمنا على رقم الواتس اللي ظهر قدامك على الشاشه. اتمنى التوفيق لكل الناس. انا شايف بقى الله الجميل تنزل تشترك معايا في القناه تدعي دعوه تمام من قلبك، واسمع الفيديو بقى اللي كمان اربع ايام هنعمل لك فيديو توقعات للسوق، ما تنساش بقى تشترك عشان تسمعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.